السلام عليكم ومرحبا بكم على قناة وصفات عند الشعال. اليوم غادي نشوفوا حلوى بدون فرن سريعة التحضير وبثلاث مكونات فقط، مكونات متواجدة في كل بيت. غادي نحتاجو البسكوي مطحون الكمية على حسب الرغبة، غادي نجمعوها بالحليب المحلى المركز اللي غادي نضيفو بالتدريج حتى كنحصلو على واحد العجينة اللي يمكننا نشكلوها الى دوائر صغيرة. وما يبقى لكم غير تشكلوها على شكل دوائر وكتوضعوها مباشرة على الكوك المبشور أو جوز الهند المبشور، ومن بعد كتوضعوها في صينية أو في علبة كنحتفظوا بها في المبرد، يعني في الثلاجة عادي، ومن كنبغيوها كنقدموها بصحة وراحة. كتجي لذيذة بزاف وسهلة التحضير، كتحضر في آخر لحظة. نتمنى الوصفة ديال اليوم تكون نالت إعجابكم، ما تنسوش نوصلوها ل2000 لايك وأيضا الاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر الموجود تحت الفيديو. وأنا نقولكم بصحة وراحة ونهاركم بركة.